تحرك طبعا ترافق مع تطورات أمنية متسارعة في الأنبار ومدينة بيج النفطية لتحريرها من المتطرفين. مصادر للعربية أكدت أن الاجتماعات أفادت باستعادة هيت والطريق الذي يربطها بالرمادي وحديثة. المصادر أضافت أيضا أن 80% من المناطق بين هيت والبغداد استعادتها القوات المشتركة والعشائر من المتطرفين، فيما شنت هذه القوات هجوما على المتطرفين في مناطق 7 كيلو والخمسة كيلو جنوب الرمادي. المتطرفون يحاصرون عددا من أبناء البونمر بعد فشلهم في وقف تقدم القوات المشتركة في المناطق القريبة من العشيرة. في بيجي العشرات ودمرت عجلات محملة بالأسلحة بقصف لطائرات التحالف، وقد أصبح مبنى مديرية شرطة بيجي في مرمى نيران القوات العراقية. طبعا مشاهدين، عندما نتحدث عن الأنبار تتجه الأنظار عادة لمشاهد القتل والعنف التي تشهدها المحافظة منذ سنوات، غير أن هذه المحافظة تحديدا تتمتع طبعا بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي المميز تتمتع بثروات هائلة، ولهذا يقاتل المتطرفون وباستماتة لإحكام سيطرتهم عليها. طبعا تمثل محافظة الأنبار 32% من مساحة العراق. نتحدث مشاهدين عن 138,500 كيلو متر مربع، أيضا عدد سكانها يقدر بحوالي 1,900,000 نسمة، وهي تتشارك في حدودها مع 5 محافظات، نتحدث عن نجب، كربلاء، بغداد، صلاح الدين، نينوى، بالإضافة طبعا إلى 3 دول مجاورة هي سوريا، السعودية، وأيضا الأردن، ما جعل الأنبار تحتضن الخطوط الرئيسية للشحن البري بمعدل 1,000 شاحنة يوميا، طبعا خصوصا مع الأردن وسوريا. منطقة الأنبار تتميز بثروتها أيضا الزراعية والحيوانية، فهي المنطقة في هذه المنطقة حقيقة حوالي 3 ملايين نخلة، وفيها مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التي تنتج المحاصيل الشتوية. نتحدث مشاهدين عن القمح والشعير والذي يغطي احتياجات البلاد. تقدر مساحة هذه الحقول بحوالي 400,000 دونم. كان من المتوقع أن تنتج هذا العام فقط ما بين 400 إلى 600,000 طن طبعا من الحبوب. تتميز المنطقة بوجود ثروة أيضا حيوانية، حيث يعد سكان المنطقة من أكبر تجار المواشي في البلاد. موقع المنطقة بالإضافة إلى ثرواتها جعلها هدفا للمتطرفين الذين يحاولون السيطرة عليها. فمثلا تنظيم داعش يقوم بالاستيلاء على المنتجات الزراعية والحيوانية، هي مصدر تمويل لداعش، فيقوم بفرض أتوات على الشاحنات والتي تمر من المنطقة التي طبعا الأتوات تصل إلى حوالي 300 دولار مشاهدينا للشاحنة الواحدة. كما يقول متطرفو التنظيم بفرض أيضا ضرائب، يفرض هذه الضرائب على بيع المحاصيل الزراعية ونقل البضائع التجارية عبر الحدود. حتى الآن ليس هناك أي إحصائية رسمية عن حجم الخسائر، غير أن مصادر في وزارة الزراعة العراقية قالت إن التنظيم المتطرف وضع ما يقارب 30% من الإنتاج الزراعي في العراق في الخطر.